عند هناك 12 عامل جعلت هذا الخطاب يقوم بحالة تبريد للشارع المصري. خلينا صحيح. نقولها، ايه هم ال 12 عامل؟ ال 12 عامل، اول عامل ان الخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغل فيه كويس قوي على رفع الروح المعنوية مرة تاني. دي كانت اول حاجة. يعني لما كلمنا عن موضوع المياه وان محطات المياه اللي احنا بنعالجها 500,000 متر مكعب، واحنا هنوصل في خلال سنة ونص على الاكثر الى اكثر من 100 مليون متر مكعب في اليوم، ده رفع الروح المعنوية وقفل شوية باب التوتر الكبير فيما يتعلق بسد النهضة. تاني حاجة اصراره على حتة اشتغلوا، انا اللي بيوجعني انا ما ببصلوش ولا بهتم بيه وبكمل طريقي. التحفيز ورفع الروح المعنوية ده امر مهم جدا في الخطاب. تاني حاجة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتجال بيتكلم بلسان الشارع، بلسان المواطن البسيط، ده في حد ذاته بيقرب لغة التفاهم ما بين الرئيس وما بين المرؤوسين. بس ده نقد بعض المحللين، بعض الإعلاميين مثلا. جميل. لأنه بيقولوا من ليس من المفترض أن الرئيس يرتجل في كل خطاباته، في حين أن الارتجال بيخليه يعالج مشاكله بشكل أفضل كتير من الإلقاء المكتوب. الإلقاء المكتوب عند الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاكل كتيرة، في مشاكل كتيرة في وقفات الجمل، في الوقفة دي بتغير أحيانا معنى الجملة تماما، في كيفية الأداء، النطق، كيفية خروج الأصوات نفسها. فلا يعني الارتجال أفضل، الارتجال أفضل داخليا. خارجيا المكتوب هو الأفضل، لان الكلام هنا بالنسبه لل لا ده علاقات دول بدول، لكن انا جوه معاكم انت هتفهموني وانا هفهمكم. ودي النقطه اللي اكد عليها الرئيس في البدايه خالص في اول 66 ثانيه، ان لو تفهموا المصريين الكلام اللي انا هقوله الامر بعد كده هيبقى بسيط. يعني اذا في مساحه من هات وخد وافهمني وافهمك، تقارب وجهات نظر. فالارتجال هو الافضل، لان احيانا الكلام المكتوب عندما ينطق بيجمد الكلمات ومعاني الكلمات، محتاجه حرفيه عاليه جدا في كيفيه الاداء. الحرفيه دي وصل ليها اوباما كتير، انه يقرا الخطاب وكانه مرتجل. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما ننساش الخلفيه السيره الذاتيه الخاصه بيه، جاء مصر في ظروف ما كانش هو حاطط في اعتباره ان انا اللي هحكم مصر، وبالتالي لا، يعني هنا في امريكا بيشتغلوا كويس على الموضوع ده إلقاء الخطاب، وهم يعلمون جيدا أهمية الأمر ده. لكن احنا عندنا هنا الأمر لسه صانع الخطاب بعيد شوية عنه إدراكه إنه إزاي يخاطب الناس. فاتكلم بلسان المواطن وأكد على حتة عدم تغييب العادات المصرية، ده في الخطاب. يعني هو بيتكلم في موضوع الإسكان والشقق، هو لمس مع حتة المواطن متألم نفسيا منها، ان انا الشقه بتاعتي اوضتين وصاله، الولاد مع البنات، وانا والزوجه في اوضه. فهو الرئيس مسك الحته دي ولمس عليها لما عرضوا عليه ان الشقه تبقى 60 متر، قال ازاي يعني؟ طب يعني هنرضى لاولادنا وبناتنا يبقوا في اوضه واحده؟ يعني انت عارفه يعني ايه الكرامه بقى وعاداتنا واخلاقنا.